فعلا يتمكن من تسجيل الهدف عندما يكون لديك هداف وقناص من قمة ياسور انتظر الهدف. ضيع اهداف الجولة الاولى وياسور بلمسة واحدة يغارب حارس المرمى محمد بعلي والكرة في الشباك 1-0 لفريق الرجاء الرياضي. اذا ياسور يداعب كابتو في زيادة هدافي الدوري المغربي. نعم يداعب المكان في ريادة هدافي البطولة الوطنية. التمرير تضيع على فريقي الكوكب المراكشي الحفيظي في الاستلام يرفع نعم الثالث الثالث جول لماما بيدي البديل لماما بيدي ينهي بالثالث لماما بيدي نعم بطريقة رائعة جدا السلام الكرة والأحلى من لماما بيدي توقعناك يا جور لكن ظهر لنا البديل لماما بيدي بطريقة رائعة جدا يفاجئ المدافعين وكذلك حارس المرمى والصورة معبرة حالة الذهول وحالة الاستياء على انهيار دفاع الكوكب المراكشي. هذه الصورة المايسترو الرسام الحفيظي خطط لها الحفيظي والمتابعة بعد ذلك. وين الرقابة يا السقاط؟ وين الرقابة يا نجم الدين؟ لماما بيدي سدد بقوة في مرمى محمد بعيو 3-0 وانهيار تام لعناصر الكوكب المراكشي. أخذوا 3 في خريبكا واليوم يأخذون 3 أمام الرجاء الرياضي. كثير يا عاطفي كثير يا عاطفي 6 أهداف في ثلاثية نعم رجاوية ثنائية ياجور وهدف لماما بيدي يؤكد أحقية الرجاء بالنقاط المباراة والصدارة مؤقتة للدوري المغربي ب 34 نقطة في انتظار نتيجة اتحاد طنجة وأولمبي خريبكا بينما الكوكب في المركز الحالي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.